فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا التصرف الحسن، نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، وإن من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. بغير حقه يأخذه من كسب حرام، فإن هذا يبتلى بالجشع إذا كان يأخذ المال من كسب حرام، فإنه يصاب بالجشع وطلب المال بنهم ولا يستريح أبدا، نعم، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، ويكون هذا المال شهيدا عليه، كما في الحديث يسأل عن أربع وذكر منها ماله، أنه يسأل عن ماله، في من أين اكتسبه وفيما أنفقه.